مرحبا، أكيد بتعرفوا المثل يلي بيقول فرخ البط عوام، بس يا ترى بتعرفوا قصته؟ أنا رح خبركن ياها. هالمثل بينقال لما الواحد بيشبه أبوه بصفاته، وبينقال بعدة روايات: فرخ البط عوام، ابن البط عوام، ابن الوز عوام، فرخ البط سباح. وبالنسبة لقصة المقولة، لقينا بالمصادر روايتين. الرواية الأولى بتقول إنه كان في بطة عند صاحب مدجنة باضت بيضتين وماتت بعدها دغري، فصاحب المدجنة أخذ البيضتين وحطهم بين بيض الجاج مشان يقعد عليه الجاج مع البيض اللي بيضه، وبالفعل قعدت الجاجات على البيض وفقسوا بعد أيام وطلعوا بطتين جداد. هالبطتين ربيوا مع الجاجات كأنهم من نفس النوع، بس بيوم من الأيام قربوا الجاجات والفراخ تبعاتهم من بركة مي، لكن رجعوا وما نزلوا فيها. أما البطات فنطوا بالمي وصاروا يسبحوا، مع أنه بحياتهم ما تدربوا على السباحة. انتبه صاحب المدجنة عاللي صار وقال فرخ البط عوام، ومشيت هالمقولة على لسان الناس. الرواية الثانية فإلها علاقة بالبخل والبخلاء، وبتقول الرواية إنه كان في واحد بخيل إجا لعنده ضيف، وكان الضيف جوعان، فبعت البخيل ابنه ليجيب نص رطل اللحم. ووقت وصل الولد لعند اللحام قال له اللحام رح أعطيك لحمة مثل الزبدة. فإجت للولد فكرة إنه ليش ما يجيب زبدة بدل اللحمة ويوفر مصاري، وحمل حاله ورح يشتري زبدة بدل اللحمة. فقال له البياع رح أعطيك زبدة مثل الدبس. ففكر الولد وقرر يروح يشتري دبس بدل الزبدة. ووقت وصل عند البياع قال له عندي دبس صافي مثل المي. ففكر الولد وقال ليش لا اشتري مي وفي بيت نبير. ورجع الولد على البيت وإيديه فاضين، سأله الأب ليش ما جبت اللحمة، فحكاله الولد القصة. قام قال له الأب انت أكيد هريت صباطك من كتر اللف. قال له الولد لا، أنا لبست صباط الضيف. وهالحوار بين الأب وابنه سمعوا الضيف، فقال فرخ البط عوام، ومشيت هالمقولة على لسان الناس دلالة على توريث الصفات بين الأجيال. عجبتكن القصة؟ لا تنسوا تقولولنا رأيكم فيها، وإذا عندكن معلومات تانية شاركونا ياها.